اليوم لست أستحي بالصليب، لست أستحي بإنجيل المسيح، لأن إنجيل المسيح بيحكي عن صليب المسيح. الإنجيل هو كتاب الإنجيل، لكن الإنجيل بيحتوي المسج تبع الإنجيل، الرسالة تبع الإنجيل، إنه المسيح إجا وافتدينا ومات عنا وقام باليوم الثالث لأجل خلاصنا. فإذا ما بستحي بالرسالة، ما بستحي بمادة الرسالة، لست أستحي بالصليب. وفي شيء بسموه بلاجيريزم. مين بيعرف شو بلاجيريزم؟ برفع الإيد، مش عطلوا منك تسمع شو معناه. بلاجيريزم هو سرقة النصوص أو سرقة الحقوق، لما واحد بيجي بياخد شيء من مطرح وبيدعي إن هو قاله أو هو ألفه من دون ما يقول مين المؤلف. وأنا بدي لكم إني أنا مني أبداً أبداً من ممارسي بلاجيريزم، ولكن بدي لكم إنه أنا عم بقرأ وعم حضر لهالوعظة، شفت كم نقطة بتفسير جون ماك آرثر يلي بغاية الأهمية، في كم نقطة يلي رح شارككم فيها اليوم هن من تفسيره. وهذا الشيء أكيد مش أمر لنتخبى فيه، أنا بصلي الكل نجيب الكومنتري تبعه وغيره ونبحث ونتعلم كلمة الله. نوقف مع بعضنا ونقرأ من كورنثوس الأولى إصحاح الأول ابتداء من الآية 18 اللي رح نقرأ للإصحاح الثاني والآية 5. بس بدي أقول بالبداية بهذا المقطع، واحدة من الطرق اللي ممكن ندرس فيها كلمة الرب هو نلاحظ keywords، يعني نلاحظ الكلمات المفتاحية الأساسية يلي عم تتكرر. وبهذا المقطع كلمة حكمة مكررة 18 مرة، مقطع صغير، كلمة الحكمة مكررة 18 مرة، كلمة قوة ومشتقاتها مكررة 7 مرات، كلمة جهالة مكررة 6 مرات. فإذا عم بقارن ما بين الحكمة تبع العالم وحكمة الله، حكمة الله والجهالة تبع الناس، القوة تبع الناس وقوة الله، حكمة قوة وجهالة. بيقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس. مش لأن الله عنده جهالة، بس إذا في أمر نقدر نقول هاي على جهالة عند الله، جهالته أحكم من الناس. وإذا في أمر نقدر نقول الله ضعيف فيه، هو مش ضعيف لأنه قادر على كل شيء، ضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بشو؟ بالرب. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا له كل المجد. قلت مرة الماضي من الغريب أن بولس يقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لما بقول لست أستحي بإنجيل المسيح معناتها كأنه في أمور يلي بتخجل بإنجيل المسيح. الإنسان إذا عنده ولد نبغة الذكاء وكامل الشكل والكمال والجمال ما بقول ما بستحب ابني، شيء طبيعي، ما في داعي تقول ما بتستحب ابنك.
إذا واحد عنده قصر ما بقول أنا ماني مستحي ببيتي، شيء طبيعي إنك تفتخر وما تستحي بالقصر اللي عندك. فلما بيقول لست أستحي بإنجيل المسيح، إذا نتساءل وما هو المخجل في إنجيل المسيح؟ لماذا يخجل بعض الناس بإنجيل المسيح؟ والجواب هو إنه مادة الإنجيل ورسالة الإنجيل هي مش عن الملك تبع الرب يسوع المسيح وعرش الرب يسوع المسيح، مع أنه بتناول هالأمر هيدا، ولكن مادة الإنجيل هو صليب ربنا يسوع المسيح. شيل الصليب من الإنجيل، ما بقى الإنجيل بخوف حدا ولا بيستحي في حدا ولا في مشكلة عند حدا، والكل بيقبلونا والكل بزقفولنا وما حدا مزعوج من المسيحية ومن الإيمان. بس شيل الصليب على جنب، لكن حط الصليب بالنص، في مشكلة، في مشكلة. فإذن المشكلة هي بالصليب. هناك أحبائي تحذيرات عديدة في الكتاب من أن نستحي بإلهنا، من أن نستحي بإلهنا. أنا قبل ما أعرف المسيح كنت هيك شاب صغير، قبل ما أعرف الإنجيل كنت أستحي بالمسيح، بس ينذكر الصليب شي بقلبي يقول لي لشو عم نعيد له؟ ما الصليب شي بخجل، بهدلوه، هنوه، تزقوا فيه، تفلوا عليه، بزقوا عليه. في بعض الأديان بتشوف حالة بقوة زعيمة أو قوة رسولة أو نبية، ما كنت فهمان إنه في الصليب حكمة الله وقوة الله، وقوة الله. بيقول لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فأن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. إياك تستحي بيسوعك يا مؤمن، إياك تجرب تخبي يسوعك يا مؤمن، افتخر بالرب يسوع المسيح. هيدي بمتى، عفوا بمرقس 8 والآية 38. بولس الرسول راح وطاف في العالم كله عم ببشر بالخلاص من خلال الصليب. مش خلاص الله بيخلصنا، لا، الله بيخلصنا كيف؟ بالصليب. شيل الصليب الله ما بعود يخلصنا. وزجاز تعبير الله ما في يخلصنا، مش لأنه عن عاجز، ولكن لأنه بدون الصليب عدالته ما أخذت مجراها. الصليب نحن اليوم ننبسط فيه، في ناس ما بعرف دقوا تاتو، في ناس منعلق ومنفتخر، منعلق صليب، منرسم صليب نحطه على بيوتنا، هو إشارة حلوة أكيد نفتخر فيه. لكن بهداك الوقت لما بولس كان عم ينشر الإنجيل، ما كان الصليب وفكرة صليب ما كانت سبب للفخر، لأنه من ضمن ما يتضمنه رسالة الإنجيل هو الكلام عن الخطية وتأديب الخطية وعقاب الخطية وجهنم والموت والدينون القادمة. مش رسالة محببة، مش رسالة لطيفة على المسامع والأذان إنه واحد يبشر بالإنجيل. عشان هيك بولس الرسول ما كانوا يحبوا رسالته، خبيط وضرب وعصي ورجم وطرد وأخطار وتهديد بالقتل وكمائن، بدك ايه؟ ولا مره فات على مطرح طلع على اجريه يا فل هريبي يا فل بالسله من باب توما، اللي بيعرف باب توما هنيك من السور بالشام، نزلوه بالسله لحتى يهرب. رساله بالنسبه للعالم سلبيه، رساله غير مسره، رساله ليست جذابه. من الإصحاح الثاني اللي قريناه والآية الثانية، بقول بولس الرسول هو عارف عثرة الصليب، هو عارف مشكلة الصليب، بقول لأني لم أعزم. كلمة الواحد يعزم determined، صمم أن أعرف شيئا بينكم، لا جاي يخبركم عن فلسفة ولا عن فزلك ولا عن غنى ولا عن استراتيجيات ولا عن مباني ولا عن ازدهار ولا عن إصلاح اجتماعي. ياما في ناس حولوا الإنجيل، حول رسالة الكنيسة لكل هودي، قال لهم لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه قولوا معي شو مصلوبا. لأنه بكل سهولة ممكن المؤمن والمؤمنين والكنائس تضيع الاستراتيجية، تضيع وجهة البوصلة تبعها، وتصير تهتم بأمور كثيرة وتنسى الكرازة بالمسيح المصلوب. بولس قال أنا رح أقع بهالفخ هيدا، ما في شيء رح يضيع لي البوصلة تبعي،
ما بهمني أعرف شيء بينكم أو معكم أو عنكم إلا يسوع المسيح، وإياه مصلوباً. هيدي كانت رساليته، وهذا كان هدفه، وهذه كانت رسالته، هذا كان اهتمامه، واهتمامه الوحيد نصب عينه المسيح مصلوب. هاي الكرازي مش لأنه اختار الرسالة، لأنه هذه الرسالة هينة أو لأنه سهلة أو لأنه ممكن تسويقها. مرة كنت بحكي مع شخص مسؤول برسالية، قلت له دخلك خبرني كم مرسل أنتم بتدعموا بالشرق الأوسط بالدول العربية والإسلامية، تعرف قديش عندهم؟ صفر. كم واحد عندكم بالمكسيك؟ ما أعرف كم، 10-20. كم واحد بالبرازيل؟ ليه؟ قال لأنه هونيك بيروح واحد على الشرق الأوسط بيلاقي أخطار وما حدا بتجاوب، بالبرازيل عم تجاوب. نشكر الرب، وهذا شيء حلو، معمول لازم ننسى البرازيل. بس أحبها، مش هيك فكر بولس، مش يروح وين في ناس بحبوا رسالة الصليب أكتر، وإذا ما بحبوها بلكي منلاقي لهم شي رسالة تانية نجذبهم فيها. وين مرة عنده رسالة واحدة؟ وين مرة عنده هدف واحد؟ يسوع المسيح وإياه مصلوبا، مع أنه هذه الرسالة اللي التزم فيها ما جبت له المجد، جبت له العار وجبت له الألم. تعرف شو جبت له كمان؟ قطش الراس، قطع راسه لأجل هذه الرسالة. ليه الصليب مخجل وعلينا أن لا نخجل أو لا نستحي بالصليب؟ أول شيء لأن هناك دينونة الصليب المخجلة. الصليب جايب دينونة. هالمقطع اللي بلشنا فيه بيقول فإن كلمة الصليب عند شو؟ الهالكين. وأنا هون بدي لكم شغلة يا أحبة، أرجوكم تنتبهوا، بقول عدة مرات نحن كمؤمنين وكمسيحية لازم ما نطعن بأحد، ما نسب بأحد، ما نتهجم على أحد، ما نكون سلبيين وقحين أبدا. لازم نكون لطفة محبين، بس لطفة محبين مش معناتها خوني كومبرومايزرز مساومين، لا، بدنا نقول بكل محبة الحقيقة الصعبة. فإن كلمة الصليب عند مين؟ قولوا شو؟ الهالكين. بيوصف الإنسان بدون معرفة الصليب واختبار خلاص الصليب بأنه هالك. بيقول أنه الناس يلي ما بيعرف المسيح هن بطريق إلى جهنم وإلى الدينونة. رسالة الصليب، أول ما بتجي تخبر الناس عن الصليب بيسألك ليش انصلب؟ انصلب لأجل خطاياك. اف انصلب لأنك رايح على جهنم، مش أنت بس، أنت وأنا. فإذا رسالة الصليب فيها اتهام للناس، فيها إذا جاز التعبير إساءة للناس، فيها إدانة للإنسان، عم تقول له أنت خاطئ وأنت مش نافع وأنت هالك بطريقك لجهنم، بثوروا عليك بتصير تخجل. رسالة الصليب تتعامل مع مشكلة أساسية، بلاغ، مصيبة، ضربة ضربت الإنسان والجبل البشرية اسم الخطية. كلنا خطاط، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا خطاط، والصليب إجا ليدفع ثمن الخطية، ليعالج مشكلة الخطية. قضية الصليب وقضية الإنجيل منا قضية إنه نعيش حياة أحلى وحياة أسعد وبيجي بآمن حتى تنحل مشاكل ويصير زواجي تمام ويصير صحتي تمام وتصير جايبتي تمام. لا، يمكن بيكونوا تمام، ولما بتآمن بالمسيح وبتقبل عمل الفداء والصليب كله نصيره مش تمام. مستعد ستيل انك تؤمن بالصليب وتؤمن بالمصلوب. نحن عم نقول الصليب هذا الصليب اذا بتلحوسه او تبوسه او تمسكه او تنام حده ما بيعمل لك شيء، هو مجرد شعار، هو مش الاهميه للخشبه تبع الصليب، هي الاهميه اللي انصلب على الصليب وافتدينا بدمه. قال في ناس بفتشوا على نسترة من خشبة الصليب بتصير تحمينا. أنا أؤمن إنه إذا واحد منا لقى مش نسترة، إذا لقى شقفة هالقد وراح عمل عملية فتح هون وسكر له إياها حكيم خيط له إياها بقلب جسمه، لا بتقدسك ولا بتحميك ولا الخشبة قادرة تعمل شيء، لكن موت المسيح وشخص المسيح الإله الفادي إذا بتقبله هو اللي بخلصك بالروح، مش شغلة مادية وخشبات
أبدا. فإذن رسالة الصليب رسالة صعبة على دينة الإنسان. الناس اللي تسمعوا على المؤمنين الأول المسيحيين الأول اتلخصوا بفئتين، عم يحكي عن اليهود عم يحكي عن جنتلز عن الأمم، واتنينون ما عجبتون الفكرة بالخالص، لأنه اليهود فكروا من خلال أعمالهم ومن خلال صلاحهم ومن خلال تدينهم وكونهم شعب الله المختار هن رح يستحقوا السماء. الأمم فكروا من خلال المعرفة والارتقاء والدراسة عن الآلهة والتفكير التجاوزي والتأملات والذكاء بيقدروا يوصلوا الحياة التانية. اليوم في كتير ديانات بتقام نفس الطريقة، ديانات الشرقية كلها بتقام أنه أنت لما بتعرف لما بتعمل تأملات تجاوزية بتنسجم مع الذات الإلهية وبتموت وبعدين بتصير إله أو جزء من الإله. فين بيقول لك بالتقمص، أفكار عجيبة مش من عندي، أو روحوا عملوا ريسيرش تشوف شو شوفوا شو في بضاعة بهذه الحياة. بس إجا الصليب يقول له لليهودي المدين ويقول له للغير يهودي الحكيم، مشكلتك مشكلة الخطية وهي مشكلة حقيقية، أنت خاطئ، في عقاب للخطية والخطية بتطلب ذبيحة، يا أنت بدك تندبح لأجل خطاياك تعاقب، يا ما بدك تقبل الاندبح من شانك وعوقب من شانك لتخلص. هيدي الرسالة ما كانت أبدا رسالة سهلة على فكر الإنسان. والحد اليوم ياما في ناس بيجوا على الكنيسة بيسمعوا بيقولوا خي انت وانتوا بالكنيسة وبالكنائس عندكم بيوقف الواعظ وخطية وخطية وخطاط، ليه نحن منيح شو بنا؟ قديه سمعت انا كنت اقول هيك، ليه نحن شو بنا؟ انا احسن من غيري. ثلاث ارباع الناس اللي بفكروا رايحين على السما بتعرف شو بجاوبوك، انت رايح على السما. في ناس بيكونوا أمنا بيقول لك ما بعرف، في ناس أمنا اكثر اذا شاعرين بضمير تعبان بقول انا بظن رايح على جهنم لاني خاطي. بس ثلاث ارباع الناس بظنوا رايحين على السما بتسالهم ليش؟ بقول لك لأني أنا أحسن من غيري. فكرة كل العالم كل الأديان إنه المنيح لفوق العاطل لتحت، فإجا الصليب ليقول كلكم لتحت، كلكم لتحت، ما حدا منكم منيح، أنا بس بقدر طلعكم لفوق إذا بتأمنوا فيي. ما عجبتهم هذه هاي الخبرية، ما عجبت الإنسان. الإنسان بكبريائه ما بيقدر يقبل إنه هو خاطئ وهالك وتحت دينونة الله وتحت غضب الله. وإذا فتح عيونه بيوم الأيام نام وفتحهم بالدنيا الآخر راح يشوف حاله بالعذاب بجهنم مع الأرواح الشريرة والشياطين. إنسان ما بده يقبل هذا الموضوع. تعرفوا أكبر سبب يلي بيخلي الناس ما تآمن شو هو؟ الكبرياء. كبرياء الإنسان عامي عيونه، دائما بظن حاله أحسن من غيره ودائما بفكر حاله أفضل من غيره. الزاني بيقول ليش انا ما عم باذي حدا، انا بطلع وانا ما بعتدي على حدا، احسن من اللي بيسرق. اللي بيسرق بيقول ما كله عم يسرقونا والدوله عم تسرقنا وليك الضرايب وانا شاطر. يعيب الشوم على الزاني، والزاني بيقول يعيب الشوم على السراق. الكذاب بيقول خي لا عم باخذ مصاري حدا ولا عم بظهر مع حدا، انا بس بكذب لخلص حالي. كذاب تفوع عليك يعيب الشوم عليك. بيجي القاتل بيقول انا ما بكذب، انا عندي شرف، بس اذا حدا بدق فيي بحطه براسه رصاصه. شايف حاله كلنا مدندلين بخطايانا، ولولا نعمة الله ما في إنسان بدشن السماء لولا يسوع اجى ومات عني وعنك. كبرياء الإنسان ترفض أنه تعترف أنا هالك، أنا خاطئ، أنا ما في أعمل شيء لخلص نفسي، أنا محتاج لمين يخلصني، أنا محتاج لنعمة إلهية، أنا محتاج لغفرانه، أنا محتاج لرحمته. كبرياء الإنسان تمنعه يتواضع ويعترف أنه هو ماشي بدون الله. مرة كان بشر واحد قال لي خي ليه هالقد بتقول انت الانسان مش منيح؟ تعال قال لك الانسان منيح، جاب لي كتاب لاهوتي كبير هالقد فتح لي عليه ومكتوب انه لا الانسان كتير منيح، ولا الله ما كان اهتم فيه. ما لازم الانسان يقول لحدا انه الانسان خاطئ لانه ده احتقار للانسان، الانسان منيح. وبعدين فتح لي هونيك صفحة عم بتقول الله محتاج للانسان، لانه لو ما الله جاب الانسان وخلص الإنسان حتى الإنسان يعبد الله كان الله عمين بده يكون الله؟ يعني بتعرف لو لي ولو ليك كان الله مقطوع يا حرام، وكان ما له مصلح وما عنده مين مش معقول لما فكر البشري يعظم الجبل أكتر من جبله ويعظم التراب أكتر من اللي جبله ويعظم المخلوق
أكثر من الخالق ويجعل الخالق محتاج للترابات. نحن بكل لحظة محتاجين لنعمة إلهنا. نحن بكل لحظة محتاجين لدمه. نحن بكل لحظة محتاجين لغفرانه ولنعمته. ونحن بدونه ولا شيء. أحسن واحد فينا اللي هو مش أنا ولا شيء لولا نعمة الله. كبرياء الإنسان بالنعمة هيك، أنا بس بدي آمن فيه وسلموا حياتي وتوب وقول له أني أنا خاطئ وما بسوى شيء وهو كل شيء بحياتي بيخلصني. إيه ومشيت طريق غير هيك ما رح تخلص، ما رح تخلص. كبرياء. قديش في ناس متكبرة وبتظن حالها مش محتاج ليسوى. ليه أنا شو بني؟ أنا منيح، أنا كتير منيح. الإنسان محتاج أنه يجي ويعترف في خطاياه قدام الرب بكل تواضع. ساعتها بتلاقي الرب فاتح إيديه لألك، تعالوا إلي يا جميع شغلوا معي مش الكاملين متعبي ثقلي الأحمال أنا أريحكم. اليهود كانوا مستعبدين لبرهم الذاتي. إذا نقع وكان معقد حياته الفريسي، الفريسي بيمثل اليهودي المتدين، كان معقد حياته لأنه أنا عندي نعنعة صغيرة ولا مرة عديت الضلوعة بجم هيك بجم النعنعة، لأنه ولا مرة مرتي سألتني كم تربون، بس كان يقعد ينقي واحد اثنين ثلاثة أربعة بنقين واحد واحد الفريسي تسعة لألي واحد لالله العشور. لا حسيس مش عم توصف الشغلة بطريقة كاريكاتورية، لا متى 23-23 هذا الآية الوحيد اللي بتحكي عن العشور بالعهد الجديد، في كتير بالعهد القديم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون كذابين المسلين لأنكم تعشرون نعنع والشبث. أنا ما عندي شبث بالجنين مشان أحكي تكون عنا والكمون يلي هي شي صغيرة. وتركتوا أثقل الناموس اللي هو الرحمة والحق والإيمان، كان ينبغي أن تفعلوا هذا ولا تتركوا تلك. نحن شو بنا؟ نحن شعب الله. اليهودي كان شايف حاله، اليوناني كان شايف حاله أنه هو أهم المتعلمين والمثقفين. وقتها كانت الثقافة اليونانية إذا بدك هي مثل اللغة الإنجليزية بهذا الوقت اللي عم نعيش فيه. تيجي لعندهم اثنينهم هيدا المدين وهيدا الحكيم وتقول لهم دينك ما بينفعك، حكمتك ما بتنفعك، بس في واحد أنتوا اثنينكم صلبتوه بيخلصكم. هيدا كان أمر unthinkable. في شخص انتوا اثنينكم صلبتوه يا مدينين ويا حكماء وهو مخلصكم. كان الامر في غايه الغباء وامر يخجل به. الامر الثاني يلي بيجعل الصليب مخجل هو الشخص يلي مات على الصليب بيخلي الانجيل يكون مخجل. الصلب ما كان المسيح منه أول شخص يصلب. ابتدأت عادة الصلب ببلاد فارس، وهناك حوادث عديدة تذكر في التاريخ يلي أوقات كانوا يجمعوا ألاف الناس ويصلبوهم دفعة واحدة. اسكندر المقدوني كان غضبان على أهل صور، صلب منهم بدفعة واحدة 2000 شخص. تيتوس الروماني كان عم يصلب باليهود لدرجة قال بطل بإسرائيل في خشب لحتى يصلب عليه يهود. طيب شو اللي بيجعل من واحد زيادة مصلوب؟ يعني إذا كان بزمن المسيح صلب 30-40-50 ألف شيء، وشخص زيادة يصلب إنه هذا بيجعله شخص سبيشل؟ بالحقيقة لا، بيجعله شخص منه سبيشل، منه مميز أبدا. الصليب نحن اليوم نفتخر فيه لأن نعرف إنه من خلاله الرب خلصنا. وقتها كان الصليب أداة عار، كل شيء بيتصل بالصليب كان أمر بيخجل. الألم اللي على الصليب اللي كان إنسان يتعرض له، التعري كانوا يعروه للمصلوب للهزء فيه والإهانة. الناس المناح ما كانوا ينصلبوا، المجرمين كانوا ينصلبوا. المسيح لما انصلب في حوله كان لصين، ودينيا كان اللي بيتعلق على الصليب هيدا الله لعنه، ملعون كل من علق شو قولوا معي على خشبه. ومع هيك يسوع إجا وتعلق على الخشبة ليأخذ لعنتنا ليصير لنا نحن بر الله فيه. على الصليب في يعني الدينونة، على الصليب يعني في punishment، في قصاص. ما في شيء بالصليب يلي بيفتح القلب. ويقال إنه الطبقات الأرستقراطية كان ممنوع يذكروا الصليب على تمهم لأنه مرتبط كلمة الصليب بالإهانة يعني كيف نحن وقت بنحكي عن مرض نقول حرام هذا صار معه من هداك المرض، ما بتذكره لأنه بتشعر إنه
ذكره أمر لا يليق أو مش كتير نظيف أو خطر. فحتى تروح لعند الناس وتقول لهم إنه يلي انصلب على الصليب هو الله، أمر بغاية الجنون. بالنسبة للكل يسوع كان مرفوض من الله، ملعون من الله، بل أن الله قتله ونحن حسبناه شو؟ مصابا مضروبا، مش من الرومان، من الله، ومذلولا. وأنا بدي لكم شغلة، نحن وقت منقول مين صلب المسيح؟ اليهود. مين كمان؟ الرومان. مين كمان؟ أنت وأنا، لأنه خطايانا صلبته. بدي لك شغلة، يلي صلب المسيح هو الله، لأنه هكذا أحب. وين بلشت فكرة الصليب؟ بلشت بفكر الله قبل التجسد، قبل الخلق. أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الله قبل أن يأتي ابنه الوحيد المحبوب المبارك الكامل، الرب يسوع، يتجسد من العذراء القديسة مريم المبارك ويعيش بيننا ويموت على الصليب، لأنه بموته على الصليب أعطانا الخلاص والغفران والحياة الأبدية. كلنا هودي وسائل البشر، أنت وأنا وهو وهي، كلنا وسائل. بس شو قال له بيلاطس المسيح؟ قال له ما بتعرف أنه أنا عندي سلطان عليك أن أطلقك وإني أصلبك؟ قال له ما كان لك سلطان علي لو لم يعط لك شو من فوق. ما لك سلطان، بس أنت عندك سلطان. ثلاثة، مش بس دينونة الصليب، مش بس اللي انصلب على الصليب اعتبروه أنه أمر فظيع. ثلاثة، دعوة الصليب مخجلة. بهذاك الزمن كان في كتير عبيد، كتير عبيد. في بعض المناطق كان يكونوا العبيد أكثر من الأسياد، يعني أكثر من العبيد، أكثر من الأحرار. ما كان حدا بيحب العبودية، العبد كان بيحب يتحرر. تتذكروا أنه سيموس كان عبد وكان هربان من عند سيده؟ إذا عبد كان بيحب يا يهرب يا ما يتحرر، وإذا كان سيد، تصور واحد سيد تقول له ليك أنا عزمك عزيمة مرتبة لوين؟ تتفضل تصير عبد. الدعوة تبع المسيح فيها دينونة للإنسان، عم بتقول الإنسان أنت هالك بدون المسيح، أنت محتاج لشخص تبهدل على الصليب من شان شو؟ لتصير عبده. مش بس هيك، وتحمل الصليب مثله. دعوة غير معقولة وغير طبيعية، دعوة باتجاه معاكس لكل فكر بشري، لأنه فكري وفكرك حبيبي بيتطلع دايما حتى بكرة يكون أحسن من اليوم، حتى أحوالنا تتحسن، حتى وضعنا يتحسن، وصحتنا ومصرياتنا. دايما لما الأمور لقدام يعني بركة من الله، الأمور لورا يعني وينك يا الله. هيدي كل الدعوة هي أنه ترجع لورا. أنت هالك، في خطيه، في ديدونه، في شخص مات تبهدل على الصليب بخلصك، خلصني كتر خيره، خلصني من شو؟ من الخطايا، حتى شو املك معه. يا ما كانوا التلاميذ تعرف اذا فكرنا هيك ما تلوم حالك حبيبي، لان احنا كبشر افكارنا فعلا شريره. مش بس نحن، التلاميذ اكبر موضوع كانوا يختلفوا عليه الرسل مار متى ومار بولس ومار بطرس كلهم كانوا يختلفوا على شو؟ مين الأعظم بيناتنا؟ مين الأول بيناتنا؟ مين الأهم بيناتنا؟ مين الأكبر بيناتنا؟ مين بده يقعد على يمينه؟ مين بده يقعد على شماله؟ لك هو يحكون عن الصليب ويحكوا عن الكرسي وعن الزعامة. شفت فكرنا؟ فإجا قال له، عم بيقول لهم بولس بدكم تآمنوا بالمسيح المصلوب، شو بيطلع لنا بعدين؟ بتصيروا عبيد وبتحملوا الصليب مثله. أربعة، جهالة الصليب أيضا مخجلة. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ ولليونانيين جهالة، اختار الله جهالة هذا العالم إلى آخره. ست مرات مذكورة كلمة جهالة. وقت شخص مات على الصليب بخلصني، ايه ما متعرض لهيك اليوم؟ تروح هيك بالجامعه وتروح بشغلك تقول له المسيح مات وقام على الصليب،
مسيح مات على الصليب بده يخلصني. شوفوا الآية 19 شو بيقول، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. إجا الرب قال له للإنسان، بيحكوا هون عن الحكماء، عن الفهماء، عن الكاتب، عن المباحث. قال له شو بتفكروا؟ كل شيء بتفكروا بدي أحط لكم إياه بتنكت الزبالة، لبرهن لكم إنه إذا أنا عندي جهالة، جهالتي أحكم منكم. وين الحكيم؟ وين المباحث؟ وين الخيرة؟ أول ما إيمانت رحت على الكنيسة اللي إيمانت فيها واختمت فيها وبعدين صرت أسيس فيها بلبنان، مهم مرة أبشر واحد وقال لي أنت وين بتروح هاي الكنيسة؟ بقول لي مين؟ قلت له إيه؟ قال أوكي أوكي بعرفها. قلت له أنت رحت لهونيك؟ قال لي إيه. برافو عليكم، أنتو نزلت مرة وشفت كل هالفقرة وكل هالمعترين واللي ومشلولين والعرج مبهدلين عم بروح عيد الكنيسة، برافو عليكم عم تلموا هود الناس اللقطاء. الحقيقة هي الكنيسة مش هيك، بشكر رب لأجل الموجودين. وأساساً إذا في حدا فقير نحن مش مستحيين فيه، وإذا في حدا مقعد أو 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 أعور أو يميت أهلا وسهلا فيك حبيبي، الرب يباركك، ونحن لا منخجل بهود الناس ولا شيء. بس الحقيقة هي إنه في ناس من كل ألوان الكنيسة، بس هو فكره عم يحتقر. قلت له بتعرف حبيبي بس بدي لك شغله، هو كان من عائله كثير كبيره ومهمه وخيوم شخص مهم جدا بلبنان. قلت له بتعرف حبيبي بس بدي لك شيء، هودي اللي انت وصفتهم انه فقراء ومعترين وجهال واغبياء، قلت له هودي اخوتي وحبايبي بفتخر فيهم، هول بيفتخروا فيهم يسوع واللي مات من اجلهم، بيوم القيامه بده يكونوا بالسماء، وكثار من حكم هيدا الدار راح يكونوا بجهنم. يمكن خبرتكم بالماضي كنا عم بخدم بدفن شخص يلي أنا بعرفه كان ضل سكران، إنسان ريتاردد عقليا، كان ضل سكران، كان يشتغل على الترمبة وما ضحكت الأولاد والشباب، وأنا كنت أضحك عليه كمان قبل ما آمن، على طول مطفي وشكله مش عادي. مهم أخته آمنت وبعدين بشرني صار رجع الكنيسة طلب الرب. ما بيعرف يقرأ لكن حب الرب من كل قلبه. بتذكر كنا وقتا نرنم كتير ترنيمة لما أرى الدم، لما أرى الدم أعبر عنكم. كنا لما نرنم هاي الترنيمة هذا الشخص ما يوقف على إجريه، يوقف على روس صبيعه ويتهدب المقعد ويرنم من كل قلبه، مش شايف حدا من حوله ولا فهم حدا من حوله، من كل قلبه لما أرى الدم عم يعبد الرب من كل قلبه. صار معه هارت اتاك وراح على المستشفى لانه ما معه اخته مصاري، تركوه بالكوريدور على الارض حرفيا يموت. لما رحنا لناخذ جد قلنا له وين البراد؟ اي براد لناخذ جد فلان؟ قالوا له هو برا، طلعنا النمل عم يطلع من تمه ويفوت على تمه، اضطرينا نسكر التابوت حتى اخته ما تشوف. بالدفن قلت لهم تخيلوا هيدا الشخص راح يكون قاعد مالك مع المسيح، بنملك معه هالشخص الجاهل اللي قضى حياته سكران ما بيعرف يقرا، ما استقبلته المستشفى النمل فات على تمه، هيدا بده يكون مالك مع المسيح وحكماء هذا الدهر، عظماء هذا الدهر، أغنياء هذا الدهر، راح يكون عم يتلو بجهنم لأنهم حكموا أنفسهم أنه أغبى الأغبياء لأنه رفضوا مسيحهم ومخلصهم وربهم اللي انصلب على الصليب من شانهم. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، ما جيت لعندكم بسمو الكلام. في ناس حكماء انا بدي اطلع قدهم، نحن وقت هيك بنفكر، في ناس متعلمين ما نتعلم قدهم، في ناس حكماء روح بشر بالمسيح المصلوب، هو مش محتاج لحكمتك تدافع عنه، لانه بجاذبيه المصلوب في قوه بتسحر عيون الناس وقلوب الناس وبتخلص اخطى الخطاط يلي مثلي ومثلك.
الصليب كان كتير بسيط، الخلاص يلي بالصليب كان كتير بسيط وسهل وما بمل القلب وما بمل العين. اليهود ملتمين بتدينهم وذبايحهم وصلبوا المسيح بس كفوا بتدينهم، والحكماء مهتمين بسلطانهم الرومان وبحكمتهم اليونان. معلش حبيبي بس طلع لي اللابتوب تبعي. وصلبوا المسيح وكفوا مش مشكلة، المهم انه المصلحة تكفي تبعهم. فيجي واحد يقول لهم بدون تدين بدون حكمة بدك تآمن بالمسيح بتخلص، فقال قد بسيطة خبرنا طب شيء حكيم. قال لهم بولس ما عندي شيء حكيم لكم اياه، عندي بساطة الإنجيل، آمنوا بالمصلوب. اليهود طب شو السيستم الجديد؟ شو نوع الذبايح بدنا نقدم؟ كنا نقدم بقر، هلا بنقدم فيولي ذبايح أكبر يعني؟ بدون ذبايح. بدك تآمن بالمسيح تتواضع وتنكسر. استخفوا واحتقروا المسيح. ماذا عن المتدين؟ ماذا عن الناس الصالحين؟ وكل هيدي الأمور كلها مش نافعة. بدك تآمن بالرب يسوع المسيح. خمسة، إكسكلوزيفيتي. ما بعرف شو بدي ترجمها بالعربي، بس في شيء اسمه إنكلوزيف يعني أهلا وسهلا بالكل، إكسكلوزيف الناس معينين. نعم، حصرية، حصرية أو استثنائية الصليب، مخجل. تعرف بالنسبة للديانة البوذية مثلا عندهم 200 مليون إله، إذا بتقول له المسيح إله ما عندهم أي مشكلة أبدا، 200 مليون وواحد معلش شو بصير. بس تعال قل لهم كل الآلهة تبعكم أرواح شريرة وشياطين وفي إله واحد قاعد على العرش وبدي دينكم أنتوا وآلهتكم، إذا ما بتآمنوا فيه بيكلوك بسنانهم بضفيرهم. شو؟ روح عند الناس قل لهم كلنا الله بيقبلنا كلنا وكل الأديان منيحة بيحبوك كتير. قل لهم كل الذبائح التي تقدمها مش من عندي، بولس قال كل الذبائح التي تقدمها الأمم تقدمها للشياطين، بجنوا عليك. روح على الناس قل لهم الديانات السماوية التوحيدية بينبسطوا منك. قل لهم يلي بيرفض الإنجيل بيرفض يسوع ابن الله اللي انصلب على الصليب إله دينوني وإله جهنم ولاحق الشياطين، بيقوموا عليك بقوموا القيامة. عم تفهموا شو يعني استثنائية؟ لأنه الإنجيل ما ترك مطرح لحدا، الإنجيل ما ترك لحدا يقعد حد المسيح، مش بس من الآلهة الغلط ولا حتى ولكن حتى من القديسين. وأنا بدي لك شغلي هون يا خيي، أرجوك تفهمني تقبلني بمحبة المسيح. ما في عنا يسوع وبطرس وبولس عنا يسوع فوق ونقول ياسمين وبطرس وبولس وكلنا منحنيين قدام شخص واحد مات عنا على الصليب ليخلصنا ويفتدينا. قال بطرس ويوحنا ويعقوب طلعوا على الجبل، هونيك على الجبل يسوع تجلى مجده وظهر موسى وإيليا عم يحكوا معهم، ولعلهم فكروا يعني ثلاثة وثلاثة نحن أهم ناس بالعهد الجديد وديكي بالعهد القديم، نصنع ثلاث مظلة لكم نقعد هون. قال طلعت سحابة غطت الجميع ولم يبقى إلا يسوع وحده ومجده ظاهر. هيدا هو ابن الحبيب، مش جمعية القديسين، جمعية شركة مساهمة. نحن ما عم نقلل من أهمية القديسين، له كل المجد الرب اللي خلصهم وغيرهم وطهرهم وقدسهم وقدسنا معهم، وهن مثال لنا بنقتدي فيهم. صلنا من وقت اللي فتحت تمي بالوعظة أنا قلكم شو قال بولس شو قالوا المؤمنين، بنقتدي فيهم نتعلم منهم. لكن السجود للرب والعبادة للرب والاتباع للرب والولاء للرب والشهادة للرب، أمين. فبقول بالآية 21 لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين، مش الشعوب والأمم. في ناس بيقولوا العالم المسيحي، يا حبا ما في شيء اسمه عالم مسيحي، الدول المسيحية ما في شيء اسمه دول مسيحية، ما في شيء لا بالزمان ولا هلأ ولا بأي يوم اسمه عالم مسيحي. العالم الغربي ضد المسيح، نحن بنعرف المدارس قديش عم نتعرض نحن وولادنا لبرشرز، نحن عم نعيش بثقافة ضد الله وكل عمره هيك. في مؤمنين بالشرق وفي مؤمنين بالغرب، في أفراد. ما جا الرب ليخلص جماعات، يخلص الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الأرثوذكسية، العائلة فلان، كل واحد باسمه. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت، أنت لي. يمكن أنت تكون تجي لعند الرب وتخلص خيك جوزك بيك ما بقى. جوزك لا إن شاء الله لا جوزك
دعوة شخصية استثنائية للخلاص. سادساً ما قبل الأخير، أتباع الصليب مخجلين. أتباع الصليب مخجلين. بالآية 25 بيقول: لأن جهالة الله عند أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. بكفي بالآية 26: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد. ما في كثير حكماء. حكماء معناتها الناس يلي هن متمكنين فكريا. ليس كثيرون أقوياء حسب الجسد. أقوياء معناتها عندهم مركز، عندهم سلطة، يمكن بالدولة، يمكن بالمحاكم، يمكن بالجيش. الناس هذا فلان قوي. ليس كثيرون شرفاء. نابل يوغينيس باللغة اليونانية، منا اجت كلمة جيناتكس، وكأنه النسل أو الحسب، النسب، الطبقة الأرستقراطية. فلان جوز فلان بنت عائلة، جوز ابنك بنت مين، نسأل هيك إيش ابن مين، بيبقى يمكن مقطع موصل أزعر بيسوى نقلي، إيه بس عمه فلان لفلانة، إيه كان تتجوز فلان لفلانة، إيه لفخر، بس تجوز من خيو التعيس، مش فخر. قال: حتى من افتخر مش فليفتخر بالحسب والنسب، من افتخر فليفتخر، قولوا معي، بالرب. إجا قال لهم بصراحة: خليني أقلكن، أتباع المسيح أوقات بخجلوا، مش كتار حكمة، يعني روح على منطقة كتير غنية، منطقة روح على برلمان، كم واحد مؤمن بالبرلمان؟ روح على جامعة وتطلع على أساتذة الجامعة، كم واحد مؤمن من أساتذة؟ يمكن يلتقى له شي واحد بالغلط وكله عم يتهدوه. روح على الناس اللي عندهم المصاري والبانكرز، كم واحد مؤمن صاحب بنك؟ يمكن فيه بس كم واحد؟ وينهم هودي كلهم؟ بالملكوت الآخر، بالمعسكر، بالكامب الآخر. ليش؟ ليه يا رب؟ طب أنت ما جيت، الرب مش قادر يغيرهم، وليك تسدوا الرب قادر، إذا بده بيقدر. ليه يا رب ما خلصت شوية فلاسفة، شوية متعلمين، شوية أزكى، وشوية حكام، شوية مليونيري كانوا بأسروا؟ كان بيجي لك هيك مؤمن مليونير بيخلص، بيجي بيعمل تشيك 10 مليون دولار، روح يا شباب اشتروا كنيسة. في أحلى من هيك؟ صلنا 10 سنين ونصمي يد ونفتش على كنيسة، شغلة حلوة. حب بشتر لي شي مليونير؟ لا، بدي لك شغلة، دولار ورا دولار، 10 دولار ورا 10 دولار، من أولاد ومن مؤمنين، من اللي بيحبوا الرب، اللي قلبهم على الرب. الرب قد كل ملايين العالم. نتسأل سؤال: ليه يا ترى الحكمة كتير، المتعلمين كتير، الإزيكية كتير، اللي عندهم مصاري كتير، اللي عندهم شهرة كتير، ليه يا ترى حتى فيهم بيكون عندهم إيمان، لما بصيروا هيك بيبتعدوا؟ مش لأنه الكتاب لا يقنع، ولكن كل ما الإنسان شرب أكثر من مية هيدا العالم، كل ما بيتسمم فكره وضميره وإرادته، والشيطان بيكبله وبيستعبده. كل ما الشيطان بيكبله وبيستعبده. أحد المؤرخين اسمه سلسيوس كتب وقال: Christians are the vulgarest and most uneducated of all people. كتب طلع هيك قال: المسيحية هن أكثر الناس غير متمدنين وغير متعلمين بين كل فئات البشر. طب يا رب، إذا أنت ما ودك الحكماء الأقوياء الشرفاء، طب مين نقيت؟ اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود. فولش، ذا فولش. أنت متعلم كتير، وأنت فهمان كتير، وتفكر راسك كتير كبير، وما ودك يعني بدي جيب هيدا ما بيفهم شيء وما بيعرف شيء، وأنت شايفه ماشي، بدي حطه حد بالسماء ويكون بالمجد الأبدي، لبرهن لك إنه كل حكمتك ودتك على جهنم بدوني. أنت شايف حالك بجمالك ومصرياتك، وشايف إنه هديك بدي فوت هيدا على السماء، حضرتك بكل جمالك بتروح على جهنم، لأن تكلتي على جمالك بدل جمالي ومجدي أنا. The despised
أول كلمة الحكماء يوجانس، هيدي أجانس عكسها، هيديك أصحاب النسب، هيدي معناتها of no birth، يلي غير معتبرين، مستر nobody، لا أحد، النكرة المزدرة غير الموجود بالنسبة للعالم، مش موجودين. يا ما كنت اسمع فركوشين ونص، انتو فركوشين ما ماشي فركوش بالأساس، بس فركوشين ونص، وانتو مينكم؟ شو محلكم من الأعراب؟ وانتو مين؟ وكم واحد انتو؟ يا خي نحن ما حدا، ونحن لا حدا، ونحن قليل، بس يسوع ربنا ومخلصنا وإلهنا، وببساطة مطرح ما هو راح نحن راح منكم، هلا دي بسيطة، لأنه نستاهل؟ ما منستاهل، ما هو عم بيقلنا، هو قالنا لقلنا، مش بس لقلن قالن، لقلنا قالنا ما بتستاهلوا. حكمة في بدلن الجهال، أقوياء في بدلن ضعفاء الشرفاء، أصحاب النسل في بدلن مستر and مسز نو بادي. طب ليه؟ لأنه اختار الله، اختار الله، اختار الله، هيك مشيئته كانت. كيف يمكن للكنيسة كانت أن تستمر؟ يا أحبة أن تبقى الكنيسة 2000 سنة، هي أكبر معجزة حصلت بالتاريخ من بعد قيامة المسيح. أنا بظن أكبر معجزة مش قيامة لعازر، سهل كتير على الرب يقيم لعازر ويقيم ورح يقيم كل البشرية بيوم الأيام. أكبر معجزة هو قيامته. تاني أكبر معجزة أن الكنيسة تستمر، لأنه مش لازم تستمر، ما عندها أي مقومات الاستمرار. الكنيسة هي مش المباني، هي المؤمنين اللي بيؤمنوا بالمسيح. مجموعة نكرة بهذا العالم، هذا ليه استمرت الكنيسة؟ لأنه هيدا كانت مخطط الله. اثنين، قال لأنه الله ما بريد حدا أنه يفتخر، لكي لا يفتخر أحد أمامه. حتى ما نفتخر مش نجي نقول أنا خلصت بالحياة لأني أحسن من غيره لأني فهمت. ما نفتخر فليفتخر بشو؟ قولوا معي، بالرب. ما نفتخر فليفتخر بالرب. منطقيا حكمة، إذا ما نتكلم الكنيسة كان لازم تباد خلال سنتين ثلاثة، ما كان عندها أي مقومات أنه تكبر أو أنه تستمر أو أنه تكمل أو أنه الإنجيل يكمل والناس تبقى تآمن لحد هلأ. ما كان عندها شيء من مقومات الاستمرار. زعيمة المسيح بعد 3 سنين من خدمته صلب على الصليب، بالنسبة للعالم بالمقاييس العالم أنهو، نحن نعرف من انتهى، هو قام. قولوا معي، حقا قام. الرسل نحن نعرفهم، هني مثال لنا بالإيمان، بس عمليا صيادين سمك، مرة تيرة خافوا، مرة تيرة تخبوا، مرة تيرة ضعفوا، ما كان لهم قيمة بالمجتمع. كيف يمكن للكنيسة أن تستمر 2000 سنة؟ هذا أمر لا يعقل. الجواب هو حتى ما حدا يفتخر، حتى ما كنيسة تقول نحن استمرين لأنه نحن أو لأنه قدرنا. بيستعمل هون عدة مرات مثل قلت لكم 7 مرات قوة الله. اسمعوا وأنا وصلت للختام، أرجوكم تركزوا معي. الآية 18 بيقول كلمة الصليب عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. فإذا استمرت الكنيسة بشو؟ بالصليب. بالصليب قوة الله. بالآية 24 بيقول وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله. إذا نحن استمرينا بقوة الصليب، استمرينا بقوة المسيح. بالآية 4 من الإصحاح الثاني بيقول وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. استمرت الكنيسة بقوة الروح، فصار عندنا قوة الصليب، قوة المسيح، قوة الروح. وأخيرا بالإصحاح 4 بيقول بقوة الله، بآخر الإصحاح الخامس كان نحكي عن قوة الإنجيل. فإذا شفتوا شو قوتنا يا أخوة، مش شهاداتنا، مش لاهوتنا، مش شي منا، هؤلاء 4 كلمات هيك بولد فوق، قوة الصليب، قوة المسيح، قوة الروح، قوة الإنجيل، هؤلاء اللي استمرت فيهم الكنيسة. شيل هؤلاء 4، بفضل ما نعود الكنيسة، بفضل نروح على البيت نعمل شيء تاني، نعمل النادي العربي الكندي ما بعرف شو، نقعد نفقي بزر، نلعب طاولة، نلعب البلدكية، بكون أشرف لنا. بس بدنا نضل كنيسة، هيدي قوتنا، قوة الصليب، قوة المسيح، قوة الروح، قوة الإنجيل. بليز قولون معي صوت عالي حتى نذكرون، قوة الصليب، قوة المسيح، قوة الروح، قوة الإنجيل. هيدي هي، هالقد بسيطة، هالقد بسيطة.
في الختام، الصليب كان مخجل في زمن يلي بعده الإنسان هو بحب خطاياه، إنسان بحب خطية، إنسان بحب يمجد ذاته، إنسان بحب الضلال أكتر من الحق، إنسان بفكر إن هو كتير منيح ومتكبر ومعد يتواضع وينكسر يعترف بخطاياه. الإنسان بيحتقر الأشياء الطارة، بمجد الخطية أكتر في حياته. نحن كمؤمنين عم نقدم للعالم، وهون عم لخص 6 نقاط اللي حكيناهم: دينونة مخجلة، مخلص مخجل، دعوة مخجلة لنصير عبيد، جهالة مخجلة، استثنائية مخجلة. عم نقول للناس مش كلكم تخلصوا، ومجموعة مؤمنين بسطاء بتخجل الناس. سمتبين هون هالصليب محطوط عليه كريشنز مسيحية، تحت في بقى الدم وفي الإنجيل وحجار عم تنزل عليه بإيران، بالهند، بمصر، بأريتريا، بالعراق، بنيجيريا، باكستان، هون وهون. وين ما في حدا بده يتمرجل بروح يجمع له شوية مؤمنين بسطاء بيتمرجل عليهم لحتى يذبحهم ويضطهدهم، فكر عم بيقدم خدمة لله. مش هيك اليوم؟ مش هيدا اللي تنبأ عنه يسوع هيدا اللي عم بيصير؟ ريت مبارح انه بمناطق كتير باكستان بيخطفوا البنات، يما بيأسلمون يما بيعتدوا عليهم وبيقتلون. بطولة؟ بطولة؟ بنيجيريا بيروحوا بوكو حرام بفوتوا على منطقة على مدرسة بيقتلوا الأولاد، بطولة؟ أنا متأكد بسألوا إن هؤلاء الناس ليه عم تعملوا هيك، هني ما بيعرفوا بس نحن بنعرف ليه، لأنه الشيطان أعمى عيون غير المؤمنين. مش مرجلة هيدي. نرجع عم نحكي بعدنا عم نبشر للعالم بالمصلوب. هل الأمر كله خجل بخجل؟ النقطة السابعة أختم فيها أحبائي، نحن نفتخر بالصليب الذي لا يخجل. هو مخجل للناس، لكن بالنسبة لنا نحن المؤمنين في الصليب قوة الله بل حكمة الله. هو بالصليب صار لنا بر من الله وقداسة وفداء. بالنسبة للعالم يطلعوا شو واحد من صلب عم بيخلص ناس تعبانين واللي بيتبعوه بيأكلوه، نحن عم نطلع نقول في إله حبنا وافتدانا ومات عنا، بررنا، خلصنا، جذبنا. بكل سرور بنحمل الصليب وبنمشي وراك يا رب، مش بقوتنا لكن بقوتك، بنعمتك. هيك خبرتكم قصة، وممكن سمعين قصص مثل هيدي من قبل، عن ولد يلي أمه كانت شكلها مشوه كتير، وجهها disfigured completely، محروق، وتم مشدود على فرد ميل، منخورة تقريبا مش موجود، عيونها بالكاد يتفتحوا، نص شعراتها مش موجودين. فلما كبر شوي صار عمره 6 و7 و8 سنين، تعرف ولد هو صغير ما بشوف الأمور، أمه بس، صار يروح يشوف أمات رفقاته ويقربوا مع أمه، وبعدين أولاده صار يعيروا ويضحكوا عليه ويدلوا بالأصبع على أمه، فصار يستحي فيها وصار يتخبى وصار يطلب منها تنزله بالسيارة قبل بشارع من المدرسة، يطلب منها ما تجي تشوف رفقاته، ما يصير في دعوة للاجتماع للأهل ما يقلها. وأمه فهمت هالموضوع، أخذته عاد عقلته. في يوم كان غضبان كتير، إجا قال له بدي تخبريني ليه أنت وجهك هيك؟ ليه ما انك حلوة؟ قلت له ايه بخبرك، مرة جيت على البيت لقيت فيه حريق والأطفال يوقف برا، كل الناس واقفين برا ما حد مسترجي يفوت، كان في بيبي صغير عم يبكي جوا، جيت بدي اركض لخلصه، كلهم هدوني قالوا لي ما فيك تطلعي، ما في أمل، النار قوية، بده يموت. ركضت لجوا وحدي ولفيتك وطلعتك، وبقيت 6 أشهر مستشفى ما أعرف شو صار، لو عيت شفت حالي بهالمنظر. هيدا من شانك، هيدا الحريق كان نصيبك.
نط الولد بعوج أمه وصار يبوس حروقاتها. يلا أنت أجمل إنسان بالعالم. هيدا اللي عمله يسوع على الصليب. الإنسان البلا مخ البلا ضمير المتكبر، مين قال له يموت عني؟ إنسان اللي بيجي لعند يسوع بينحني بيقول له أنت أجمل إله بالعالم، أنت أجمل مخلص بالعالم. هو جروحات من شو بيديك؟ قال هو اللي جرحت فيهم في بيت أحبائي. كنا نبشر واحد من شودياوة قال لي تعلقوا علامة الصليب، إذا واحد قوص بيك بفرد بتروح بتبرز الفرد ولا بتكبه؟ الصليب مات عليه يسوع. قلت له ايه بالنسبة لك؟ لأنه الصليب كان هزيمة، لأنه ما بتعرشين الفدا. أنا بفتخر بالصليب لأنه بالصليب صلب العالم لي وأنا صلبت لإله، والصليب الرب حررني وفديني وخلصني وغيرني. ايه بفتخر فيه. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا له. مش بس افتخار، ولكن مش بس المسيح مات لأجلي، لكن أنا تعلقت معه على الصليب وأنا متت عن العالم والعالم مات. ما بقى يعني للعالم شيء، صرت عايش أنا ويسوع بعالمه والعالم ما بقى يعني لي شيء. بستعمله، باكل، بشرب، بلبس، بس ما بيعني لي شيء. تتقدم الأيام وقت بتطلع بلاقيهم عم بيخفوا شعراتي وعم بيبيضوا شعراتي، ولك ما بأسف على النهار لأنه كل يوم بيمرق من حياتي قربت من إني شوف مخلص الحبيب. خليها تمضى الحياة. ليش؟ شو فيها حتى عم تعلق فيها؟ شو عم يتكالبوا الناس على الدين؟ ليش؟ شو فيها أفخرها تعب وبلية؟ تعال عند الرب قل له يا رب أنا بعرفك مت عني افتديتني، بسلمك حياتي، خلصني، اغفر لي. أنا بفتخر بالصليب لو كل الناس بيشوفوه عار. دعونا نصلي.